بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح بسيط أو أمني يخص أمن الهاتف أو طريقة لحماية هاتفك من التجسس. في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الشروحات تشرح لي طريقة اعتراض إشارة الهاتف بإشارة بين الهاتف وأبراج الإشارة الخاصة بالشركة التي تتعامل معها في الهاتف النقال. فهذه الطريقة تعتمد على تحويل أي جهاز كمبيوتر مجهز ببعض البرامج والتطبيقات الخاصة بهذه العملية لتحويله إلى برج صغير يقوم ببت إشارة وهمية للهواتف القريبة. كيف تحمي نفسك من الوقوع في شرك هذه الهوائيات المزورة أو الوهمية؟ ما عليك إلا الذهاب إلى جهاز الهاتف الخاص بك، ثم الذهاب إلى Properties من هنا، والبحث عن باللغة الفرنسية يعني في سامسونج الأندرويد سامسونج متشابهة، تبحث عن ريزو موبيل بهذه الأيقونة، تضغط عليه، ثم في هذا الهاتف لدي شريحتين، شريحة أولى وشريحة ثانية، ثم تختار هذا الخيار أوبيراتور ريزو. ففي الشريحة الأولى لا تترك الخيار سيليكسيون أوتوماتيك أو البحث التلقائي على الشبكات، فهذا الخيار يجب عليك تعطيله لتحمي نفسك من الوقوع في فخ الأبراج الوهمية. فما عليك إلا البحث عن ريشيرش دي ريزو أو البحث عن الشبكات من هنا، واختيار الشبكة التي تتعامل معها مباشرة. وحتى لو كان برج وهمي يمكنك كشفه بهذه الطريقة، وربما يكون لديه اسم مختلف أو لا يحتوي على اسم، أو حتى يظهر لك برجين بنفس الاسم. ففي تلك الطريقة يمكنك معرفة أن شخص ما يحاول اختراق أو الوقوف بينك وبين البرج الحقيقي. كما تشاهدون ظهرت هنا ثلاث شركات أو ثلاث أبراج قريبة مني. فهذا السيم الأول هو أريدو في الجزائر، أريدو، ثم أختار كذلك الطريقة نفس الطريقة بالسيم الثاني من هنا، أختار ولا أترك الخيار سيليكسيون أوتوماتيك، فيجب علي تحديد مباشرة الشركة أو البرج. ننتظر كذلك نفس الشيء ثلاث شركات، هذه المرة أختار موبيليس، وهكذا بهذه الطريقة. فسأكون محمي من هذه الأبراج الوهمية أو التي تحاول اختراق الهاتف. أتمنى أن يكون هذا الدرس في مفيد لكم. في الأخير لم تشترك في القناة هذه، اشترك من هنا وفعل الجرس، بهذه الطريقة ليصلك كل جديد على القناة. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.